ينضم إلينا من نيويورك السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى منظمة الأمم المتحدة. أهلا بكم على شاشة القاهرة الإخبارية. في البداية سعادة السفير وبعد التحية، هناك أمال كثيرة معلقة على الحراك العربي خلال اجتماعات الدورة الحالية للجمعية العامة لدعم القضية الفلسطينية وأيضا لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. لو تطلعنا على تفاصيل تحركات المجموعة العربية خلال اليومين الماضيين وأيضا خلال الأيام المقبلة. المجموعة العربية حركتها لم تنقطع منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة من 7 أكتوبر العام الماضي، وصدور 3 قرارات من مجلس الأمن و4 قرارات من الجمعية العامة للأسف لم يتم تنفيذها، فضلا عن فشل كافة الجهود للتوصل لاتفاق من خلال الوساطة الأمريكية المصرية القطرية حتى الآن نتيجة تعنت الجانب الإسرائيلي وخاصة تعنت رئيس الوزراء نتنياهو. المجموعة العربية اجتمعت الأسبوع اللي فات وقررت ضرورة في استثمار الرأي الاستشاري اللي صدر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو علشان نشن تحرك جديد أو هجوم جديد على الأمم المتحدة من خلال عقد دورة استثنائية خاصة للدورة العشرة المستأنفة للجمعية العامة حول فلسطين. تم بالفعل حشد التأييد لذلك الطلب. المجموعة العربية رئاستها في هذا الشهر بسوريا، وبالإضافة إلى المجموعة الإسلامية ورئاستها لموريتانيا، وبالإضافة إلى حركة عدم الانحياز ورئاستها لأوغندا، قدموا بطلب إلى رئيس الجمعية العامة لعقد الدورة العاشرة المستأنفة لاجتماعها. هذا الاجتماع هيعقد يوم الثلاث والاربع القادمين 17 و18 سبتمبر. ليه احنا قررنا نعمل هذا الاجتماع؟ عشان يكون قبل انعقاد اجتماعات الرفيعه المستوى اللي هيجي فيها رؤساء الدول والحكومات اللي هتبتدي في الجمعيه العامه في قمه المستقبل يوم 22 و23 سبتمبر، وبعدها النقاش العام في الدورة 79 للجمعية العامة اللي هتبتدي يوم 24 سبتمبر. قلنا ان صدور قرار وانعقاد الجمعية العامة في هذا المحفل هيشكل نقطة انطلاق تقدر انها رؤساء الدول والحكومات يعلقوا عليها في بياناتهم اللي هيقولوها في الجمعية العامة في الأمم المتحدة. نعم. مشروع القرار اللي قدمناه اللي صاغته دولة فلسطين واللي بنتفاوض عليه حاليا وبنقدم له نسخ متتالية لسه امبارح مقدمين تعديل رقم 1 على هذا، بيهدف الى عدد من الاهداف الرئيسية. اول هدف هو الزام اسرائيل بتنفيذ ما ورد في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولي. بما ان ما حدش عارف يلزم اسرائيل انها تنفذ قرارات مجلس الامن أو قرارات الجمعية العامة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وخاصة فيما يتعلق بالاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني، فإحنا بنحدد في القرار عدد من الالتزامات، التزامات على دولة إسرائيل، والتزامات على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتزامات على المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية. التزامات الإسرائيل انهاء الاحتلال غير الشرعي الورد اللي هو المحكمه نصت عليه الارض الفلسطينيه، وقف كل الاستيطان الشرعي، تنفيذ التزاماتها الدوليه، سحب كل قواتها العسكريه، وضع حد للسياسات والممارسات غير الشرعيه للاستيطان وللمساعي لتغيير التركيبه السكانيه، اعاده كل السكان والمهاجرين وغيرها. إذن ماذا عن خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي الخطوة التي تأتي تنفيذ لقرار وزراء الخارجية العرب عقب اجتماعهم مؤخرا في القاهرة؟ دي الخطوة الثانية، يعني عشان أوصل إلى مرحلة البدء في إجراءات تجميد عضوية إسرائيل، أولا أن إسرائيل الدولة بالدليل القاطع أن هناك تعنت إسرائيلي واضح في تنفيذ قرارات، وحصل بعض التعنت حتى الآن فيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة اللي صدرت حتى الآن،
وبالاضافه الى ذلك احنا بنعمل بقى اجراء جديد في هذا القرار، ان احنا بنقول ان الدوره المستنبه هتنعقد كل 3 أشهر بحيث انها تقيم التزام اسرائيل باحكام محكمه العدل الدوليه. وبالتالي اذا كانت اسرائيل انتهكت قرارات مجلس الامن وانتهكت قرارات الجمعيه العامه بنديها فرصه انها تحترم قرارات محكمه العدل الدوليه. اذا لم تحترم قرارات محكمه العدل الدوليه اذا الطريق الوحيد في اتجاه ذلك هو الاتجاه الى تعليق مشاركه اسرائيل باعتبارها دوله غير محبه للسلام في اعمال الجمعيه العامه للامم المتحده. موضوع هل تعتقد انه قابل للحدوث يعني قبول تجميد عضويه اسرائيل؟ قابل للحدوث، ولكن لابد زي ما بنقول في المحكمه لابد الاول من قبول القضيه اجرائيا وبعدين الفصل فيها موضوعيه. القضيه لابد ان يتم اثباتها على المتهم، يعني ان تم اثبات أشياء تدين دولة الاحتلال سيتم تجميد العضوية. إذن سعادة السفير، هل نستطيع القول بأن العرب سيخوضون معركة دبلوماسية شرسة داخل أروقة الأمم المتحدة لنصرة الفلسطينيين ورفع المعاناة عنهم؟ بالطبع، وإحنا قضيتنا الرئيسية والمركزية في جامعة الدول العربية وقضية الأمين العام وقضية الوزراء وقضية رؤساء الدول والحكومات وليس فقط العربية ولكن العربية والإسلامية وعدم الانحياز هي القضية الفلسطينية. وانت شايفة الزخم قد ايه موجود وقوي ومن ساعة صدور اول قرار من مجلس الامن لغاية النهاردة بس في مجال الاعتداء على غزة بل في مجال توسيع عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين اللي وصلوا دلوقتي الى ما يقرب من 150 دولة. وبالتالي ده هيساعد ايضا في دخول فلسطين كعضو كامل في الامم المتحده لما نعود لطرح هذا الموضوع في مرحله لاحقه. وان كنا طبعا عارفين ان الولايات المتحده قد تتصدى لنا بالفيتو، ولكن لها استراتيجيه اخرى بنشتغل عليها. هناك ايضا عمليه اعاده احياء عمليه السلام واعاده احياء حل الدولتين. انت شفتي على مدار السنوات الماضت السنتين الاخيرتين منذ عام 2022 كان في مبادرة لإعادة إحياء مبادرة السلام العربية اللي اعتمدتها قمة بيروت في عام 2002 وعملت اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ورئاستها المملكة العربية السعودية وعمل اجتماع وزاري السنة اللي فاتت حضر حوالي 80 وزير خارجية في نيويورك، وهذا العام سيعقد اجتماع آخر يحضره 150 وزير خارجية على هامش الدورة الجمعية العامة. أيضا للبدء في اجراءات تنفيذ حل الدولتين. وبالتالي المحور السنه دي ليس فقط تنفيذ مبادره السلام العربيه ولكن بنوسع المحور بنقول انه دلوقتي احنا هننفذ حل الدولتين. نعم.